أؤمر. باسورد واي فايو. قولها تاني كده. باسورد واي فايو، باسورد واي فايو، نتو. قعدتي من غير نتو خلت عقلي يضيع وشيتو. يا نهار ابيض، انا سمعت الصوت ده فين قبل كده؟ انت راشد؟ ايه؟ انت راشد؟ ايوه صح صح، بس خلينا يعني خليك معايا ماشي؟ راشدو، اسمي راشدو. راشدو؟ ايوه. انت متخفي ليه يا راشد؟ بتخاف عشان تاخد مني الباسورد بتاع الواي فاي؟ ولا كنت هشطة عنك؟ انت تافه قوي، هتخاف عشان باسورد ايه؟ انا متخاف عشان بلاقي فيلا بس. اه يا ابني ايه؟ طب اجيب لك عصير؟ اه. المهم انت عرفتني ازاي؟ انا عرفتك من الخرم اللي انت عامله في الجورنال ده. والله انا ما كنت خارم ولا حاجه، دي العين اللي فلقت الجورنال، اعمل ايه؟ حسد. هات لي عصير بس اي حاجه غير الليمون عشان ما تكشفش. لا متنكر. ايوه متخفي. أيوة. يا راشد ثانك يو. عصيرو عند الكاسو دي بابل. حاضر. جراسيا. لسه ما مشيش الاهبل ده؟ لسه قاعد وخايف يطلب عصير ليمون عشان ما يتكشفش، شكله مطول. طب اتكل انت بقى وانا هفرجك عليه. الو. ايه يا معلم عصعوز، صباح الفل. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ طب الله ينور، ودفنت فين بقى؟ طب حلو، تسلم ايدك. معلش بس والنبي، انا كان عندي شغلانه كده عايزاك فيها. في واد ملزق. لا ما تقلقش، دي حاجه سهله جدا. واد ملزق كده اسمه راشد، بس قبل ما تخلص عايزاك تعذبه لي شويه بقى والنبي عشان خانقني. لا انا هقول لك تعمل ايه برضه يا معلم عصعوز، يعني شويه كهربا على شويه كربجه ماشي، ما يضرش، شويه لسوعه حلوين برضه ماشي. لما تخلص طمني. سلام يا معلم عصعوز. دي بردت قوي بقى. تعالى هنا اقعد يا حبيبي، انت خد. انت متنكر كده؟ وات؟ انت كده متنكر في الخواجه يعني ولا شيف شاورما؟ انت عرفتيني ازاي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما انا عايز اعرف انت بتعملي ايه يا بيلا بالظبط؟ ما بعملش حاجه، ما انت ماشي ورايا طول اليوم، رحت المول رحت ورايا، رحت المرور رحت ورايا، جيت هنا جيت ورايا. طب بقول لك ايه؟ انا هروح عند الكوافير، هتيجي ورايا برضو؟ اكيد مش هقول لك. طب بلاش هبل بقى.